سيدي دار تبعد على بير علي بن خليفة 22 كيلومتر، وانتم تعرفوا بير علي بن خليفة قداش تبعد على صفاقس 60 كيلومتر. معناها انا صفاقس اللي انا نتبعها ونتشرف اللي انا نتبع ولاية صفاقس تبعد عليا 80 كيلومتر، متساهمين بيه. باش نحكي لك على الارياف الاخرى، في الحاج قاسم، الحاج قاسم واحد، الحاج قاسم اثنين، الحاج قاسم ثلاث اللي ما مشوا لهاش الاحزاب، ما وصلوا لهاش خاطر باش يعلقوا فيها الملصقات نتاعهم ما يعرفوهاش وين جي. فما مدرسه في بوثدي ما يعرفوهاش وين جي، مشى لها حتى حزب، ما مشى لها حتى حزب. انا كيما حكيت لك قلت لك من الصدف اني جيت مع قائمه ريفيه. احنا بالنسبه للارياف برنامجنا مانيش باش نعطوه موعود زيف، برنامجنا باختصار ايصال الماء الصالح للشراب لجميع الارياف والحد من الانقطاع المتكرر للماء. عندنا العمشه في سيدي دار عندهم 4 سنوات السباله عنده والماء ما يمشيلوش، السباله موجوده في داره والماء ما يمشيش. برا شوف الجمعيه، برا تبع ما نعرف شكون، برا جمعيه مش خالصه، فهمتني؟ شبابنا تجمعات السكنيه احنا نوعدوه كل تجمع سكني من حقه انه تكون فيه نواه شبابيه. علاش الشباب شاد القهوه؟ علاش؟ شنو السبب؟ ابسط حاجه نجم، ومش دورنا، راه مش دورنا كنواب، لكن باش نحرصوا عليه خاطر هذا دور العباد اللي ما عملوش. ما تجيبش ماسحه وتمسح له بلاصه تراب باش يلعب شويه كوره هو اصحابه. علاش؟